من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من اهم المواهب في الكره المصريه ومش في النادي الاهلي فقط، واحد من مواهب يعني الجماهير بتستناه بتتمناه ودايما بياخد ثقه وحب جماهير النادي الاهلي اللاعب احمد عبد القادر. عبد القادر برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وخليني ابارك لك على اللقاء، ابارك لك على ادائك اللي كل مره بيزيد مباراه عن التانية مع النادي الاهلي. حبيبي يا رؤى، تسلم على الكلام اللي في الاول ده، وبرحب طبعا بالكباتن اللي في الاستوديو. طبعا الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نطلع باهم حاجه من الماتش اللي هي 3 بونت. يمكن في بعض اللعيبه مجهده شويه، بنحاول ان احنا نوزع زي ما انت شايف الحمل على معظم اللعيبه، كان الكابتن بيحاول يوزعه النهارده كوتش بوسمان يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا نطلع بالنتيجه المطلوبه، ان احنا نطلع بال 3 بونت يعني، فبحمد ربنا يعني الحمد لله. عبد القادر مستر بيتسو موسيماني بيثق في عبد القادر، بيدفع بيك في مركز الجناح في مركز 10 اي مركز انت يعني بتطلب يطلبك بيطلب فيه المدير الفني، انت موجود بتأدي، لكن انت على المستوى الشخصي بتحب انهي مركز بالنسبه لك؟ زي ما انت قلت طبعا على حسب المدرب بيحتاجني، يحتاجني رقم 10 ابقى موجود رايت ليفت، فالموضوع طبعا بيرجع للكوتش. بس زي ما انت قلت او سالت، يمكن احسن مركزين هو 10 والوينج ليفت يعني، اي مركز فيهم عادي، واليمين برضه يعني موجود، بس يمكن اكتر اتنين رقم 10 والوينج ليفت يعني. بس شايف الدوري والسنه دي المباراه عندنا مباراه صعبه جدا امام المصري ثم مباراه شارع الدخان قبل المواجهه الصعبه والاهم امام الرجاء، شايف المرحله دي ازاي؟ مرحله صعبه جدا، كنت شايف تاني ماتش في اقل من 4 ايام تقريبا، عندنا كمان الماتش الثالث كمان يومين، فالموضوع صعب جدا. بنحاول احنا نستعد من ماتش النهارده للماتش اللي جاي والماتش الافريقي طبعا، فزي ما انت شايف المجهود صعب جدا على اللعيبه، بس بنحاول احنا نطلع من كل ماتش بالنتيجه المطلوبه يعني. النهارده مع يعني الروتيشن اللي عمله مستر بيتسو موسيماني، النهارده الفريق محتفظ بشكل الاداء بتاعه، نفس العناصر اللي موجوده لو موجوده على مقعد البدلاء بينزل اللاعب عامل الروتيشن بشكل منظم، وانتوا كلاعبين ما فيش تاثير في الملعب لان النجم هو النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، هو زي ما انت قلت النجم النادي الاهلي، طبعا ما فيش لاعب يقدر يكمل 7 8 ماتشات خلال 15 يوم مثلا او 16 يوم، الموضوع صعب جدا يعني، فهو طبعا لازم الحمل يتوزع، وده انسب حاجه ان عشان كل اللعبة توقف على رجلها ما حدش يتصاب يعني. بس حب جماهير الاهلي لعبد القادر شايفه ازاي؟ بيمثل لك ايه؟ انا عارف ان جماهير النادي الاهلي وانت اكيد متابع ولامس حب الجماهير لعبد القادر وعندهم ايمان وثقه في امكانيات عبد القادر. طبعا دعم الجمهور لك بيفرحنا قد ايه، وبحاول طبعا طول ما انا شايف الدعم ده اطلع اقصى حاجه عندي. وارد ان انت في ماتش من الماتشات تبقى مش موفق، او وارد ماتش بتحاول تطلع كل حاجه عندك عشان خاطر الجمهور، والحمد لله اتمنى ان انا استمر على الاداء اللي انا موجود بيه والفرقه كلها تبقى تمام ماشيه بشكل كويس يعني. اخر كلمه بقى تقولها واحنا مقبلين على مباراه الرجاء، واعتقد انت على المستوى الشخصي يا عبد القادر طموحاتك مع النادي الاهلي ملهاش حدود، مش طموحك بس دوري ولا بطوله افريقيا، طموحك ان انت تاخد كاس عالم الانديه، وانت كان في لفته طيبه جدا منك لمنتخب مصر قبل المباراه قلت كلنا واحد خلف المنتخب بدون اي كلام، اعتقد دي الروح المهمه اللي محتاجينها سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. بالظبط، اي اختيار طبعا المدرب بيختاره، بنشجع كل الناس اللي موجوده، مش معنى ان انا مش موجود ان انا اتمرن. انا عايز اقطعك بس معلش، ما زعلتش انك ما كنتش موجود مع رغم ان الجمهور كان بيطالب بوجودك؟ لا، وانا انت بتسالني كلاعب ولا بتسالني لو كلاعب لازم ليه حق ازعل طبعا. بالزبط. ولا انا بقول حاجه غلط؟ لا ليه حاجه ليه حق ازعل، لكن اتمنى ان انا اتمنى شر او حاجه، لا طبعا خالص والله، اتمنى لهم الخير، وبس الحمد لله ما حصلش نصيب، قدرنا ان احنا نعمل كل اللي عندنا، بس ربنا ما وفقناش ان احنا نبقى موجودين في كاس العالم المره دي، فان شاء الله الجهات كتير يعني، مش عايزين نيأس، انا جاي كتير باذن الله. باذن الله عبد القادر ربنا يوفقك وبتمنى لك التوفيق في الجاي. تسلم حبيبي، ربنا يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع احمد عبد القادر واحد من اهم المواهب في النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.